السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام لعرض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2021. على الله توكلنا مشاهدين، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت: الحكومة لا استثناء مطلق من رسوم البنية التحتية، 3000 وظيفة في معرض التوظيف الإلكتروني. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت: تطبيق المرحلة الثانية من نظام حماية الأجور في شهر سبتمبر القادم، اتفاقية لإدارة مركز أنبار كانو الاجتماعي. ومع صحيفة الوطن والتي نشرت: عقد اجتماع اللجنة البحرينية العمانية المشتركة اليوم. أما صحيفة أخبار الخليج فقد عنونت: ارتفاع قياسي بأسعار السمك. لفت صحيفة أخبار الخليج أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف وقع على اتفاقية إدارة مشروع مركز مبارك كانو الاجتماعي الشامل مع رئيس مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو السيد خالد محمد كانو، حيث ستتولى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بموجب هذه الاتفاقية الإشراف المباشر على تنفيذ المشروع وضمان مطابقة الأعمال الإنشائية للمعايير المحلية والعالمية. صحيفة أخبار الخليج نطالع أن معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار حضرت افتتاح جناح مملكة البحرين في معرض العمارة الدولي 17 في مدينة البندقية الإيطالية، والذي يحمل عنوان فيلم حرق، والذي يستعرض جهود التطوير العمراني وعملية أحياء الذاكرة الثقافية لمدينة المحرق. بيّن الصحيفة الأيام أن الدكتور محمد مبارك المدير العام لشؤون المدارس كشف أن إجمالي عدد الطلبة الذين سجلوا للدراسة بنظام الحضور الفعلي حتى يوم أمس السبت قد تجاوز 67 ألف طالب وطالبة بنسبة تجاوزت 46% من إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية في مملكة البحرين، موضحا أن خدمة التسجيل سوف تستمر حتى اليوم الأحد. صفحتي الاقتصادية لصحيفة الأيام نقرأ أن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل جمال العلوي أكد على جاهزية هيئة تنظيم سوق العمل لتطبيق المرحلة الثانية من نظام حماية الأجور في مطلع شهر سبتمبر المقبل، حيث دعا الرئيس التنفيذي أصحاب العمل والعمال إلى الاطلاع على قائمة البنوك والمؤسسات المالية المزودة لخدمات نظام حماية الأجور من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة. لفت صحيفة البلاد أن رئيس جمعية الكلمة الطيبة رئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن بوهزاع أكد أن الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير من سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بجائزة سموه للعمل التطوعي وفر لها سبل النجاح منذ انطلاقتها في العام 2011 وحتى اليوم، وشكل عنصرا حافزا لها للاستمرارية في تحقيق أهدافها في تشجيع جهود العمل التطوعي في مملكة البحرين على مستوى الأفراد والمؤسسات. نقل الصحيفة البلاد أن مدير الرقابة البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية خالد الشيراوي أفاد بأنه تم خفض عدد تراخيص الصيد بنحو 300 ترخيص، مؤكدا أنه تم مخالفة 24 صيادا لم يلتزموا بتنفيذ القرارات كتواقيت الصيد المسموح بها.
نشرت صحيفة الوطن أن شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات أشارت بقرار الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان الشقيقة بإلغاء قرار سلطات الولاية الشمالية بشأن أرض مشروع خيرات البحرين، منوها بالدور الهام لوزارة الخارجية في مملكة البحرين ووزارة الخارجية السودانية في إلغاء هذا القرار. بيّن الصحيفة الوطن أن إحصائيات لوزارة الإسكان أكدت على شراء المستفيدين من برنامج مزايا ل 2060 وحدة سكنية في 8 أشهر فقط. وإلى فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام البرنامج لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة البرامج وإذاعة وتلفزيون البحرين والبث المباشر عبر تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين دوت بي. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.